انضم الينا هاتفيا الكاتب الصحفي وليد طغار رئيس تحرير مجله صباح الخير. بعد التحيه سيد وليد، هنا نتحدث حول هذا المؤتمر المهم، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكه الذي يعقد حاليا في بغداد، وكيف ترى مشاركه هذا العدد الكبير من الرؤساء والملوك العرب وخاصه مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ والله الحقيقه المشاركه المصريه في المؤتمر يعني تعتبر من مصر من اكثر الدول واكبر الدول العربيه دعما للعهد التقيق. خلال الفتره الماضيه كانت مصر على راس الدول المقدمه المستعده لتقديم خبرتها وتقديم دعمها معنويا وعلى كافه وعي ومادي وعلى كافه الاصعده، بوصف مصر من اكثر الدول العربيه اللي بتعمل وفق مبادئ وسياسات الحقيقه واضحه في المنطقه، تعمل على دعم استقرار المنطقه ودور المنطقه، وتعمل على دعم المؤسسات الوطنيه داخل دول المنطقه. ودي نقطه مهمه، لان وجود المؤسسات الوطنيه او استعاده الدول التي مرت باحداث يعني جسيمه استعادتها لمؤسساتها ولجيوشها الوطنيه ويعني الاصرار المصري على عدم التدخلات الاجنبيه او رفض التدخلات الاجنبيه في دور المنطقه العربيه لما يعني يستتبع هذه التدخلات من انقسامات وتغيرات غير حميده على الخريطه، مصر تنطلق من هذه السياسه. وبالتالي مشاركه سياده الرئيس النهارده في مؤتمر بغداد ياتي دعما وتكمله على هذه السياسه التي تنطلق منها مصر، وده يمكن اتضح نعم وجهه نظر وجهه كلمه السيد الرئيس اللي قدمت وجهه النظر المصريه او يعني السياسه العامه، اطر السياسه العامه للدوله المصريه فيما يتعلق بدعم العراق. هنا يعني سيد وليد ايضا هذه المشاركه كما تحدثنا من الرؤساء وراسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والملوك العرب مشاركه مهمه جدا، لكن المجتمع الدولي كيف يمكن ان يكون له دور مهم للمساعدة في دفع حتى الاستثمارات وفي محاولة عودة العراق مرة أخرى بعيدا عن الأزمات التي كانت يعني تجتاحه في الوقت الحالي، والعودة إلى إعادة إعمار العراق بمشاركة دولية وليست عربية فقط؟ يعني في هذا الإطار برضو أحيل سيادتك إلى كلمة سيادة الرئيس النهاردة اللي أشار فيها إلى ما هو مطلوب لدعم استقرار العراق سواء اقليميا او دوليا، وخصوصا من هي سياسه. اكد ثاني ان سياسه مصر قايمه على دعم كامل لاستقرار العراق، ولدى مصر خبره كبيره سواء في التنميه او فيما يتعلق بمكافحه الارهاب، وده شيء مهم ونقطه مهمه في يعني مساله الارهاب نقطه مهمه، وده ملف مشترك على فكره يعني على اجنده هذا المؤتمر، لانه يعني لا يمكن فقط للعراق أو أي دولة عربية فقط في المنطقة أن تقوم بدحر الإرهاب أو القضاء عليه، إنما لابد من مشاركة دولية بالضرورة طبعا. ومسألة الإرهاب بالذات نقطة مهمة فيما يتعلق بالوضع في العراق ووضع في دول عربية كثيرة، والسلوك أو كيفية مواجهة هذه الظاهرة شديدة الضرر شديدة الخباثة. مصر لديها استعداد لتقديم خبراتها في هذا المجال. بالنسبه لسياده الرئيس اتكلم عن الوضع العام في هذا البلد الشقيق، الوضع العام اللي هو يعني على راس اولويات الدوله المصريه في التعامل في السياسه الاقليميه والعربيه. يعني العراق واجه على مدار السنوات الماضيه تاثيرات سلبيه لارهاب وحدود وحروب، بنيه تحتيه يعني تحطمت، بنية فوقية مدمرة، وبالتالي عشان كده من المهم طبعا الحديث حول إعادة الإعمار في العراق بعد أن تهدمت هذه البنية التحتية. ملف إعادة الإعمار، إعادة الإعمار ده ملف متكامل يبدأ بالمنشآت وتأسيس البنية التحتية واستعادة البنية التحتية، يبدأ بدعم مؤسسات الدولة الوطنية، دعم الانتخابات المفترض أنها تحدث في العراق في أكتوبر في إطار العملية الديمقراطية أو استكمال العملية الديمقراطية، كمان دعم المؤسسات اللي بتواجه الارهاب. الجيش الوطني العراقي او الجيوش الوطنيه عموما في الدول العربيه او في الدول عموما هي العامل الضامن لاستقرار البلد او القطر الشقيق، واستكمال عمليه التنميه الديمقراطيه لن تتم الا وفق جيوش وطنيه تحفظ امن البلد وتحفظ سيادته على اراضيه
من اي تدخلات خارجيه. وبالمناسبه وده على فكره النقطه دي مهمه جدا استاذ وليد، وده اللي اكد عليه السيد الرئيس، يعني انت تحافظ على جيش اي بلد من خلال ان يحافظ المواطن ايضا على بلاده. وطبعا زي ما قال السيد الرئيس انه لابد من المحافظه على بلاد العراق والتعاون في بنائها والمشاركه في الانتخابات البرلمانيه المقبله. هو هذا المطروح او هو هذا الامر الذي سوف يؤدي للحفاظ على الدول ككل؟ ده بالضروره، وده امر ظاهر جدا في السياسه المصريه خلال ال7 سنوات الماضيه. اولا تنطلق السياسه المصريه اولا من الحفاظ على سياده الدول. الحفاظ على سياده الدول يعني عدم يعني رفض اي تدخل اجنبي تحت اي نوع او تحت اي مسمى. سياده الرئيس النهارده في الكلمه قال بوضوح ان هو رفض التدخلات الاجنبيه في العراق والاعتداءات غير الشرعيه على اراضيه، لان لا يمكن الوصول الى مرحله ديمقراطيه كامله او اكتمال المرحله السياسيه وفي بناء مؤسسات دوله وبنيتها التحتيه وكافه المؤسسات الا دون ان يكون هناك اي تدخلات او اي ملمح للتدخلات الخارجيه، خصوصا في العراق، لان الدوله العراقيه بالذات لها خصوصيه، طبعا خصوصيه على مستوى الاقليم وعلى مستوى الداخل. هذه الخصوصيه يجب ان توضع في الاعتبار. اشكرك على هذا التوضيح. هاتفيا الكاتب الصحفي وليد طغان رئيس تحرير مجله صباح الخير كنت معنا.